انت ما بتزهقش من القعده دي يا راجل انت؟ انا قاعد مستنيك. ايه عايز مني ايه؟ عايزك تكتب لي جواب. جواب ايه دلوقتي بس؟ قوم معايا. على فين يا ولدي؟ نعمل اي حاجه، نتفرج على البلد، نمشي في الشوارع، نشوف الناس، نقعد على قهوه، نشتري حاجه. قوم معايا. لا يا ولدي، انا ما اقدرش اسيب مطرحي، اذ ربما عين من العيون تلمحني. عين ايه بس اللي هتلمحها؟ انت فاكر نفسك مين؟ جيمس بوند؟ قوم يلا فز. الامر لله يا ولدي. يلا حصلنا يا بدوي. ايوه يا بكر. انا واصل مشوار مع الاستاذ هاني وراجع لك على طول. جيبتني هنا ليه يا ولدي؟ زحمة وزيطة ليهم وحشة برضو يا عم بكر، ومن السفر وحشني. هانت اجازة نص السنة بقت قريبة، ما نرجع بقى يا ولدي. تعالى بس ما تبقاش جبان، ده بينك وبين الصعيد ولا مليون كيلو. بقول لك ايه؟ تعالى نقعد على القهوة دي نشرب حاجة. ما بلاش يا ولدي، بلاش. تعالى بطل. بلاش يا ولدي. ايوه بيه. عايزين اتنين شاي. حاضر. بس حبر. عينيا. حبر. عينيا. اسمع. هات لنا كوتشينه. حاضر. تلعب كوتشينه؟ نلعب. بس نلعب ايه؟ مالكش دعوه، هات لنا كوتشينه. احنا نلعب على المشاريب. لو انت اتغلبت تدفعها. ولو انا غلبتك برضه تدفعها. سلامات يا بكري. يو بكري مش عارفني ولا ايه؟ انا محمدين. مين يا ولد العم؟ ليش بكري واصل؟ ما تاخذنيش يا ابن العم، اصلي واحد شبك الخالق الناطق، بس هو هجرنا بقاله سنين طويله. يخلق من الشبه اربعين، محسوبك ابو الفضل من دشنه، تلزم خدمه؟ كتر خيرك. ايه لو سمعت كلامي؟ لكن العيب مش عليك، العيب علي. كان لازم اتعلم من سنين الغربه اكتر من الديه. اسمع بكري. 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 يلا بكري عشان تعشى. بكري. وأول محمدين ما حيوصل حيتلم عليه أهل البلد كلاته. سلامات وحمد الله على السلامة ونورت دارك. وطبعا محمدين لازم يحكي، وأول ما حيقول إني لمحت واحد شبه بكري في السلوم. طب وفيها إيه دي؟ فيها إن الخبر حيوصل هريدي في المطرح اللي هو فيه، وهريدي حيطير طيران على هنا. معقولة صدقوا كلام محمدين؟ ثم إن الراجل ما تحققش منك كويس. يبقى هريدي يتحقق بنفسه. يا ولدي هريدي بيتعذب زي تمام، ويمكن اكتر، وبرضه عاوز يخلص. يبقى مفيش قدامي غير طريقة واحدة. ايه هي؟ اقتل هريدي. انت مجنون؟ تقتل تاني؟ مش كفايه قتلت مره قبل كده؟ وعلشان عشت احلى سنين عمرك طريد من بلد لبلد. انا عشت طريد عشان لا عايز اقتل ولا اتقتل. كان نفسي ارجع لاهلي وداري وعيالي، لكن الظاهر مفيش نصيب. ان شاء الله هيبقى في نصيب. بس انت ما تشغلش بالك يا بكري. يا اهلا اهلا وسهلا. ابو رماح. ابو رماح. ايوه يا دكتور.
قل للدكتورة أمل إن في ضيف علشانها. حاضر. اتفضل ما يصحش تقف كده. يمكن الدكتورة أمل محتاجة وقت علشان تجهز نفسها. تشرب شاي. أنت حر. بقول إيه يا سيد هاني؟ أنا ما عنديش مانع إنك أنت وأمل تحبوا بعض. بس الكلام ده يكون بعيد عن أماكن العمل الرسمية. مفيش داعي إن المستشفى تكون مكان لمقابلة العشاء. أنت إمتى هكبر مخك يا دكتور؟ ها؟ مسألة مش مبارزة بيني وبينك. المفروض لما الواحد يشوف علاقة طيبة بين اتنين يقوم يفرح للعلاقة دي. فين هي العلاقة الطيبة دي؟ لما واحد عازب زيك يصاحب ست متجوزة هي في بلد وجوزها في بلد تانية. دي تبقى علاقة طيبة؟ تبقى علاقة مهببة ومقطرانة وزي الزفت. أنت محموق قوي كده ليه؟ لعلمك بقى الدكتورة أمل مش متجوزة. لسه يا لسه. مش بقول لك كبر مخك يا بكرم. ها؟ على فكرة أنا وأمل على شط البحر لغاية الشمس ما تغيب. ها؟ يعني لو حد يسأل ولا حاجة. خطيبك معتز كان شاب ممتاز، كان أحسن شاب في الدنيا من وجهة نظرك أنت، لكن مات. هو مات لكن الحب ذات نفسه لسه موجود. لو كل حاجة حلوة ماتت بموت الناس كانت الدنيا انتهت من زمان. الناس بتموت والحاجات الحلوة بتعيش بعديها. عارف القيامة هتقوم إمتى؟ إمتى؟ يوم يموت الحب. قصدك ايه؟ قصدي تعيش حياتك تبتدي من جديد. اكيد هتلاقي صفات تانية جميلة زي اللي كانت عند معتز. تقصد نفسك مش كده؟ لا، انا محبش اكون بديل لحد. احب اكون زي ما انا، زي ما ربنا خلقني بالظبط. كلامك معقول. الحكاية دي عايزة وقت. وقت ايه؟ البني آدم عمره قصير، حرام يضيع في الانتظار. أمل، أنا حبيتك بسرعة وحبي ليك ازداد أكتر لما عرفت حكايتك بالظبط. الست اللي تعرف معنى الوفاء تعرف معنى الحب كويس.